طبعا يحظى الاقتصاد باهتمام واسع في كل دورات الانتخابات الرئاسية الأمريكية خصوصا القضايا المتعلقة بفرص العمل والوظائف والتضخم وأسعار السلع الرئيسة مثل البنزين والإعفاءات الضريبية وزيادة الأجور للحديث عن الملف الاقتصادي في السباق الانتخابي وتحديدا الرئاسي ينضم الينا عبر شبكه سكايب من نيو مكسيكو الاستاذ جاري هاف باور وهو كبير باحثي معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ومدير سابق للدراسات في مجلس العلاقات الخارجيه كما عمل ايضا في وزاره الخزانه استاذ جاري طبعا هناك برنامجين مختلفين للحزب الديمقراطي وللحزب الجمهوري. إذا أردنا أن نشرح ببساطة للجمهور ما هي أهم نقاط الخلاف للبرنامجين. هناك فرق كبير إدارة ترامب والجمهوريون بشكل عام يحبذون اقتصاد السوق المفتوح مع ضرائب اقل ولوائح وقوانين اقل الديمقراطيون خاصه النائب الرئيس بايدن لديهم رؤيه تعتمد على تدخل الحكومه اكثر في الاقتصاد وكما قلت خطه طاقه متجدده احيانا تسمى الصفقه الخضراء الجديده وهذه تشمل الكثير من الانفاق بالاضافه الى ضرائب اعلى خاصه على الاغنياء والشركات وبالتالي هذا فرق كبير جدا وهناك شيء مشترك يجمع بين المرشحين وهو أنهما مستعدان لتحمل إنفاق أكبر يعتمد على العجز التجاري لأن التضخم الآن منخفض جدا ولا يقلقان بشأن العجز لدى الجمهور او في الكونغرس ولكن الفرق بين الحزبين كبير جدا نعم تقول استاذ جاري بان الفرق بين الحزبين البرامج الاقتصاديه للحزبين شاسع جدا ولكن هذا العام يعني بسبب جائحه كورونا هناك غموض يلف الاقتصاد واقتصاد البلاد برايك الناخب الامريكي يعني على ماذا سيصوت على سيصوت على مستقبله الوظيفي ام على اسواق البورصه الناخب العادي ربما لا يمتلك اسهم كثيره صحيح. ربما شيء قليل في حساب التقاعد الموقف حرج جدا نعود الان الى الناخب العادي والسؤال هل هو أو هي سينظران أو سينظر على فترة ما قبل 2020 عندما كان الاقتصاد جيدا والبطالة ثلاثة وثمانية من عشرة في المائة وهي أقل رقم رأيناه منذ الحرب العالمية الثانية أم أن الناخب العادي سينظر على تلك الفتره ويقول حسنا السيد ترامب يمكن ان يعود بنا الى سابق عهدنا عندما نجد اللقاح أو أن الناخب العادي سينظر على الظروف الآن حيث معدل البطالة الرسمي هو سبعة من عشرة نعم. في المئة وهذا رقم عال نعم. والكثير وصلت من الناس الفكرة غادروا سوق العمل عفوا لانتهاء الوقت ولضيق الوقت الأستاذ جاري هاف باور كبير في معهد بيترسون للاقتصاد طبعا الناخب الأمريكي سيقرر وفق الوعود الاقتصادية لكلا المرشحين الان نصل الى ختام هذه الفقره Thank you. Thank you.